خدمة من مكناس. صباح الخير نعيمة. ربح بنتي حمدي لله على سلامتك. الله يسلمك، اش اخبارك؟ وليداتك كلشي بخير؟ حبيبي وليداتي لاباس طقم كلهم ما شاء الله، كامل سعوده ويدخل عليكم هذا الصباح علينا وعليك. صحه وسلامه. صحه وبالعافيه. وسنيت عند الله وكم كل الامه الاسلاميه بخير وعلى خير حبيبي. شكرا لك لاله. نعيمه والشميشه باينه في مكناس، مشى مشى. لا وعاد هبطت الملايا توصحي. هذه هي المهمه الاولى اللي كنديروها. غير كاتبه الشمس صافي كلشي كيتنشر. استكبرت كلامك بالعسل حبيبه، بلا ما نقول لك عيطات لي الحاجه الكبيره قالت لك بابا كتجي في الاخر فيه ملي يقرب الحميطه بعصير نص حامضه. عصير نص حامضه. ناخذوها ان شاء الله يوم الجمعه ونعاودوا معها الطبق علاش لو يجي كذلك على لسانها وعلى التجربه ديالها، لانه اللي مجرب واللي مقاد واللي مصايب وواقف ماشي بحال اللي سمع وقيد. تماما نعيمه. وراه بنت البلاد، بنت البلاد حبيبه المكان شعر. نعم لاله، باينه تم هضرتها وفي التواول ديالها وفي الشكل يعني اللي كتهضر به. لاله الحاجه تبارك الله على صحتها. انا شويه تقليديه، انا شرقاويه بزاف. ياك انت نص نص منصه. ياك شوي منوك وشوي تحية لكم. كبر بينا ربي كبر بكم والطاقة. الله يودي الله يودي البرنامج ديالكم. كبر بكم في مقام النبي حبيبي، كبر بكم في مقام النبي وليداتكم وليدات المسلمين كافة أجمعين حبيبي. نعيمة وحنا بغينا شي كراتان من يديك، وحنا كنعرفوا الحاجة السهلة ما كاين ما أحسن منها، والمرأة الخدامة الله يحسن العوان الواحد إلا عاونها ما فيها باس، وملي كتدخل وهي في الشقة ديال الدار وهي مهلوكة ومنهوكة ومشغولة، ويعني تا وقتها وليداتها ما كاينش بزاف وقيتها الكوزينه يعني غير كديباني ولا كدبر باش ما كان. الوقت خيابه الوقت. ولكن انت داك الديبانا جلال النعيمة الا درناه بواحد التقنيه ودرناه يعني بحداقه ودرناه كذلك بواحد البنه راه ما كاين احسن منه. ياك لاله نعيمه. اجعونه وبواحد تنفريزه وواحد تعب وواحد الزربه بواحد هذه كيطلعوا مزال. وكله بحب، كله بحب يعني كله بواحد الحب لاله نعيمه. هذا كراتان ديال المكور. المكور ما كياكلوش الانسان كله بزاف، وهذاك الشيء فيه الموافد بزاف كثيره. كاينه حبيبه مكور انا ما كنسلقوش، كتقطي راس المكور وكتشي في الكونجيلاتور. هذه هي نصيحه تقديم. علاش لاله؟ باش ملي كتخرجي حبيبه كيدبر وكتحيدي الوريقات بسهوله. ياك في الكونجيلاتور شحال كيبقى تقريبا عاد كتستعمليه ولا كتقدميه ولا كتسميه؟ المجمد الكونجيلاتور صحيح راه كيبقى غير ساعتين ثلاثة ساعات تيجمد. أيه. ولا نهار ولا ليله كتبقى تنوضي. أيه. او ولا كان الكونجيلاتور غير ديال ثلاثة تيخصو يومين تيشد راسو باش يطرخى. ولكن كتخلي حتى كيدي كونجلا ياك؟ اه حتى تيدي كونجلا. تماما عاد كنحيدو الورق. باش تيتبان. عاد كنقطع. انا كنفضلو بلا ما كيتسلق. اذا المكور يعني راس ديال المكور كما قلتي هذا سر من اسرار كيبات في الكونجيلاتور اللي كيبقى في الكونجيلاتور. ديكونجلا لاله نعيمه ونقيناه ياك لاله؟ نقيناه وتتحيد له ديك العصفه ديالو. اييه البيضه حبيبه. كاينه دابا المقادير زلافه ديال الروز. في المقادير غناخذوا زلافه الروز نص القه. نص القه واخا. والروز غير العادي واخا. نص كيلو ديال الكفته بلا عطريه. اييه. واحد البصيله اللي دارت السنان والكرون عاود رجعات. رجعات عاود ثاني المسلسل ديالها. المسلسل ديالها بصلاك يا ايوا. نتمنى هذا المسلسل ما يبقاش حتى رمضان يا ربي. ايوا ربي يدخلنا برزق والصحه والسلامه. ويبدا شي مسلسل اخر ديال مطيشه ولا ديال. لا 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 ما تقوليهاش. ايوا هذا الشيء اللي تعودنا عليه لاله نعيمه. وحنا تبارك الله حنا غير مدبرات ديال المنزل يعني راه قبل المره كتاخذ مطيشه فوقيتها رخيصه وكتكونجلي وكتصايب وكتطحن. فالله يعطيكم الصحه. غير ما تفوت الشهر في الحويجه. نعم نعم. معلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع. معلقه كبيره معدنوس مقطع. ومليحه وبزيره. ملح بزار. واحد جوج مطيشات كبار محكوكين. جوج مطيشات كبار. محكوكين. والصلصه ديال المطيشه نكونوا مصغبينها نقولها ولا راه عارفين المطيشه. طيب صلصه مطيشه كتقوم بالزيت البلديه ياك لاله؟ كنديروا فيها شويه الزعتر ولا شويه الزعتر؟ هي تماما ياك. شويه معلقه صغيره ديال السكر باش تهرسي لها ديك الحموضه ديالها. الحموضه ديالها وكتجي تندهبتها في اللون ديالها كيختلف. اذا صلصه مطيشه تبارك الله العيالات كلهم حافظين الطريقه. واحد 200 غرام ديال الجبن.
200 غرام جبن محكوك. الجبن ملي كنقولوا الجبن بوحدو الجبن الجبن وحنا نبداو نفهم الفرماج الفرماج ما يهم ما يهم كلنا مزهمرين واحد الفرماج الساندويتش لحقاش ملي كنحطوا الحشوه كنحط واحد الطري فوق منها اذا مربع واحد ديال فرماج الساندويتش على حسب الملفوف اللي لوينا بمعنى بمعنى يكونوا طريفات ديال الفرماج الشرائح واخا اذا طريفات الفرماج مربع داك الشوب المحكوك غادي نديروهم من الفوق واخا صافي حبيبات هذوما مقادير نعاودهم معك الى سمحتي لنا نعيمه اذا هذا مكور او لاكراتان ديال المكور ناخذ راس ديال المكور اللي يكون يعني قبل في الكونجيلاتور وهبط ودي كونجلا غنقيوه وغنحيدوا ليه داك الرويس ديالو في المقادير اللي كيمشي مع هذا الكراتان المكور غناخذوا زلافه ديال الروز في نص القا ديالها نص كيلو ديال الكفته بالعطريه معلقه كبيره معدنوس مقطع الملح الابزار جوج مطيشات كبار محكوكين ياك لا لا هادو جوج مطيشات الكبار محكوكين هما صلصه طماطم ولا بوحدهم طيب لا نص كيلو نعم صلصه بوحديتها نعم والصلصه ديال المطيشه ولا لاصوص ديال المطيشه المعتاد اللي عندنا اللي كنقوبوا به اولا كيمشي مع البيتزا كيمشي مع لي بات و200 غرام جبن محكوك وطريفات ديال الفرماج مربع ساندويتش حبيبه هذوما المقادير تبارك الله عليك حبيبه كنقد الكفته ديالنا راه كلشي كيعرف كي كدير تشحر كنشحروها اها مليحه وزويته مليحه اييه والبصله راه قلت لك خصها تكون محمره بحال غادي نديروها معسله تتحمر في تتقلى في الزيت والروز ديالنا راه مسلوق نص سلقه كنقطع حبيبه كنخلطوا الكفته والروز والبصله والمعدنوس الملحه والبصل ومطيشه ديك مطيشه مقطعه مربعه رقيقه هادشي من بعد ما طابت الكفته يعني هي من بعد ما طابت الكفته حبيبه اذا الكفته غنخلطوها مع الروز هي هلاله ومنين كنخلطوها حبيبه كنقبطوا داك الطرف ديال المكور ديالنا محلول قلت لك حيدنا له ديك العصفه وكنحطوا الخليط ديال الكفته والروز وتنديروا الفرماج الساندويتش طرف فوق منها باش تيجي معلك صافي وكنجمعوا على شكل كبحال سيكار اييه اذا ناخذ الوراق ديال المكور ياك لالا وكان نعمروهم بهذه الحشوه اللي عطيتينا ديال الكفته وديال الروز ياك لالا وكان الويو يعني على شكل سيجار ياك وكنسيري تديري الطريف ديال الفرماج ضروري هذاك الطريف اللي قلنا طويل ديال الفرماج ساندويتش للوليدات باش ياكلوه اييه لالا كملي صافي وكتلويه كبحال لويتي السيجار اييه اييه وصافي وداك المول ديال الدجاج ديالك اها تدهنيه بزبيده باش تجي شويه كيعطي البنه اييه وكتحطي ديك اللويه لتحت الوجه هذيك باش ما تحلش باش ما تحلش اييه صافي وكتستفيهم حبيبه وكتكبي عليهم ديك لاصوص طوماط وكنكبوا عليهم لاصوص طوماط طيب الفران. نعم هذوك جوج مطيشات اللي حكينا حتى هما كيمشيو مع الكفته والروز والمقادير وكل شيء اه مع الكفته والروز حبيبه باش تجي البنه تبارك الله هذيك المطيشه كتعطي البنه بلا ما كنديروا شي حاجه اضافه تبارك الله عليك ما كاينش تويمه في هاد اللي بغى يديرها يديرها انا ما كنديرش فيه ما كيبغاش ما كيعلى الولاد انا كنقول كيشموا الريحه وحنا الكبار نديروا التومه ياك لالا غتجي رائعة غيجي رائعة غتجي رائعة تيجي رائعة مشغول يديك غيجي رائعة نعم صافي ملي كيقرب تضغم لك ديك مطيشة كترشي الفرماج تديري كراتيني وتصحى والراحة الله يعطيك الصحة وممكن لاصوص بيشاميل تدخل مثلا في هذه الوصفة يمكن لك ديري لاصوص بيشاميل اللي ما ثاني الولاد ما بغاوش لاصوص طوماط ديري له لاصوص بيشاميل ياك أيه أيه انا كنديرو هكا هكا فكرتيني فكرك الشهاده بنتي اي مره كنديرو هكا مره هكا كنقول بنتي انا بمطيشه ونسى بلاصوص بالجامي مره هكا مره هكا طيب لالا نعيمه ممكن بجوج الى امكن مثلا الا فرشنا مثلا لاصوص مثلا طوماط واستفنا مثلا هاد السيكار اللي عندنا ودرنا واحد ثلاثه المعالق كبار ديال لاصوص بيشاميل من الفوق ممكن كلشي ممكن كلشي ممكن المطبخ فن وابداع حنا غير كنعطيو فقط يعني اقتراحات بيكم انتوما بيكم حنايا كنقربوا عاوتاني الاذواق خليتونا نبحثوا هذاك الشيء بيكم انتوما ولينا نشوفوا اذاعات فضائيه وداك الشيء وهذا نعم انتوما الحبيبه باش نعطيو الناس الجديد ونعطيكم الجديد ويعطيونا الجديد نعم لالا تبارك الله عليك غير باش يقرب لينا الصوره اكثر بحال لازان او لازانيا حتى هي كتمشي بهاد الجوج ديال لي صوص يعني لاصوص طوماط ولاصوص تماما لالا نعيمه بقاي معنا ما تمشي فين حنا مع هذا الاختيار الغنائي اللي مقترح علينا